السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي. أنا مرفت الطويل ودي قناتي، وياريت لو أول مرة تشوفوا القناة ياريت ما تنسونيش في الشير واللايك وسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد بنزله على القناة. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ زي ما شايفين، المقرمشة فراخ ستريبس بالطريقة سهلة جدا وبسيطة. وزي ما عودتكم دايما ان الفيديو بتاعي بيكون قصير وملخص ويعني بسيط جدا وما بتحتاجيش مكونات يعني كتيرة او كده او مكلفة. يلا بينا بقى نشوف الفراخ بتاعتنا دي عملناها ازاي وطلعت بالشكل ده ازاي. انا معايا الفراخ قطعتها بالطريقة دي بالطول زي ما انتم شايفين كده، وجهزت لها التتبيلة بتاعتها. انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو جهزت التتبيلة. التتبيلة بتاعتي عبارة عن الكوباية من الزبادي او علبة من الزبادي، عليها معلقتين من عصير الليمون، ومعلقة من الثوم بودر، ومعلقة بصل بودر، ومعلقة بابريكا، ومعلقة كركم، ومعلقة ثوم بودر وبصل بودر زي ما قلت، وطبعا معلقة من الملح، ومعلقة من الفلفل وبهارات فراخ، وكمان معلقة من الزيت ممكن تحطيها عليها بتدي لها طعم حلو قوي، واي بهارات بقى ممكن انت تكوني عايزة تحطيها او تستخدميها. ممكن تتبلي بيها الفراخ بتاعتك لمدة ساعتين حسب ما تتبليها. انا تبلتها قبلها بيوم وحطيتها في التلاجة وجهزتها وزي ما انتم شايفين بالطريقة دي. هنجهز بقى لما طلعتها من التلاجة، طلعتها قبلها بشوية، وهبدأ أجهز الكفر اللي أنا هغلف بيه الفراخ بتاعتي عشان تطلع مقرمشة وتطلع طعمها تحفة. زي ما انتم شايفين الفراخ اهو متقطعة بالطريقة دي، وطبعا قعدت مدة في التتبيلة. هنبدأ نجهز الكفر بتاعنا، عبارة عن كوباية من الدقيق وأربع كوبايات وأربع معالق من النشا علشان أجهز التتبيلة بتاعتنا، وطبعا معلقة من الملح. ولاحظي طبعا زبطي الملح وياكي عشان انت حاطة نسبة من الملح في قلب الفراخ. دول أربع معالق من النشا، طبعا النشا بيديلها قرمشة حلوة قوي، وطبعا كمان الفلفل معايا معلقة صغيرة من الفلفل، والبهارات الفراخ وثوم بودر وبصل بودر وبابريكا، ومعايا كمان معلقة من الكركم ومعلقة صغيرة من الكاري. كل ده معلقة صغيرة مع بعض، وثوم بودر وبصل بودر، وأقلب المكونات بتاعتنا. ده الثوم بودر والبصل بودر، ومعلقة من البيكنج بودر أو البودر، وهقلب المكونات بتاعتنا كويس وأقسمها بقى لجزئين. في جزء هيبقى سايل وجزء فيه هيبقى جاف. الجزء السايل ده هحط عليه بيضة وأزوده بشوية مية لغاية ما أوصل القوام اللي أنا عاوزاه. أقلبها كويس جدا وهوريكم بقى القوام اللي أنا عايزة تكون فيه التتبيلة بتاعتي. شايفين اهو ده القوام اللي انا عاوزاه. وطبعا حاطه انا طاسة على البوتاجاز فيها زيت، وهبدا ان انا احط الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده في الجزء الاولاني من التتبيله، واطلعه بقى على الجزء الجاف. طبعا نص التتبيله اللي انا عاملاها بنص المكونات وكل حاجه زي ما انتم شايفين كده، وان شاء الله هحط لكم المكونات في صندوق الوصف اللي عايز يشوفها. وطبعا صندوق الوصف هو السهم اللي تحت الفيديو، تتك عليه يطلع لك المكونات على طول. هحط بقى قطعة تانية زي ما انتم شايفين بالطريقة دي، واحطها بقى في التتبيلة الجافة تمام كده، واحط بقى في الزيت بعد ما سخن اهو. الزيت بتاعنا اهو بدأت الفراخ، حطيتها فيه واطلعها بقى ايه لما تستوي. شايفين شكلها تحفة جميلة جدا، والفيديو بتاعنا قصير جدا، واتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا استفدتوا حاجة. وياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسينيش في الشير واللايك وسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد بنزله على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. Thank you.